السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل الأجزاء ديالنا المختصة في المرخشة من مادة الرياضيات بالنسبة لنا ديال بي سي اس بي دي ايكونومي على القناة ديالنا في اليوتيوب اكزو ماروك. الوغ شوف معايا، الجزء السادس مهم بزاف لأنه كيتحط في الامتحان الوطني، وهو كيفاش نحسبوا لا ليميت. من أسهل الطرق اللي غادي تستطبها في حياتك هو كيفاش تحسب الليميتات ديال الامتحانات الوطنية. شي حاجة بسيطة بزاف، وغادي في آخر فيديو إن شاء الله غادي تعرف تحسب أي ليميت كاينة في الامتحان الوطني بواحد الطريقة بسيطة بزاف. صافي سي فيها. نتمنى أن الجزء الخامس وحتى الجزء الواحد تكونوا ضابطينهم كاملين، خاصة الجزء الأول والثاني كيفاش نحسبوا الاشتقاق، والجزء الثاني يعني تزايد التناقصيه كيفاش كانوا وكندرسوا الاشاره. هذوك هما من اهم الاجزاء اللي عندنا، هما اللي كيتحطوا 100% في الاكزام. اما بالنسبه للجزء الثالث والرابع والخامس كيهز لك شويه هنا شويه هنا شويه هنا شويه هنا وكيكون لك الداله. صافي الجزء السادس والجزء السابع ان شاء الله كيتحط كاملو في الامتحان الوطني، يعني الجزء الاول والثاني والسادس والسابع كيتحط كاملو في الامتحان الوطني، خاص تكون ضابطو. الاجزاء الاخرين كيهز لك شويه هنا شويه هنا شويه هنا، يعني خاصك تضبطو. سيدي الو غنشوفو الجزء السادس. الجزء السادس نبدا بواحد الحاجه بسيطه، واحد التذكير. التذكير كلشي عارفو تقريبا، حنا خاصنا نذكرو به لان خاصنا نبداو من الصفر حتى الاحتراف، حتى اننا نعرفو اي ليميت نعرفو نحسبو لها، اي ليميت نعرفو نحسبوها. سي تري بيان، نبداو اول خاصيه. واحد على لانفيني كيعطينا صفر، يعني لا واحد على بلس لانفيني كيعطينا صفر بلس، واحد على موان لانفيني كيعطينا صفر موان. صافي ها هي واحد على بلس لانفيني شحال كيعطينا؟ كيعطينا صفر. علاش كيعطينا صفر؟ لان هذا عدد كبير بزاف، الا قسمتي واحد على عدد كبير بزاف يعطيك صفر بسيط صفر بسيط صفر. نعطيو اكزومبل، حنا نبسطو غير تبسيط، نبسطو نقولو بلس لانفيني هي 1000، غير تقريبا غير تقريبا. اما راه هي راه واحد العدد ما عندناش الحد ديالو، ما كنعرفوش، عدد كبير. ونقولو موان لانفيني عدد صغير بزاف، حد ما كنعرفوش الحد ديالو، حنا نبسطوه نديرو ناقص 1000. صافي الا شديتي نتايا واحد على 1000 الشباب شحال تعطيك؟ غتعطيك 0.001. صافي يعني تعطيك صفر موجبه، يعني صفر بلس. سي بيان دونك هذه الا كانت مليون غتعطيك 0.00001، مليار 0.00001 حتى لواحد اكسيتيرا، يعني كتعطي صفر. هنايا يعني كنقولوا انها كتعطي صفر بلس لان هذه مجاوره، هذه هي صفر بلس، يعني في هذا المثال هذا صفر بلس كيساوي لنا 0.001. صافي سي بيان. الا درنا لا ميم شوز، ها هي درنا ناقص 1000 ديرها بالكالكولاتريس، واحد على ناقص 1000 غتعطيك ناقص 0.0001، يعني صفر موان، يعني كتساوي لنا ناقص 0.001. هذا الشيء راه غير اكزومبل ماشي حقيقي، صافي باش نبسطو لكم. سي بيان صافي سي تري بيان. الوغ دابا فهمنا، ما تقوليش ما فهمتش، بسيطة. واحد على بلوس لانفيني كتساوي صفر، لان نسيتيها دير هاد الخاصية تعطيك 0.9، تعقل عليها. و صفر بلوس صفر موان شي حاجة بسيطة بزاف. واحد على صفر بلوس، واحد على صفر بلوس يعني واحد، شكون هو صفر بلوس؟ هو 0.001، يعني الصفر كحستي واحد شوية، 0.01 يعني شحال تساوي لنا اللي درتيها بالكالكليتريس غتعطيك 1000، يعني شكون هي 1000؟ هي بلوس لانفيني، يعني غتعطينا بلوس لانفيني. واحد على صفر بلوس كتعطينا بلوس لانفيني، واحد على صفر موان كتعطينا موان لانفيني. صافي الشباب صافي، هادي باينة. الناس اللي ما فاهميناش هانتوما فهمتوها دابا. صافي سي تخي بيان، نحيدو هادشي ونكملو الكور ديالنا. الوغ نشوفو الخاصية التانية. الخاصية التانية كان عندنا بلوس لانفيني على صفر موان، راه ماشي شكل غير محدد. شحال واحد كيقولك شكل غير محدد؟ بلوس لانفيني على صفر موان شكل غير محدد، لا ماشي شكل غير محدد. شو ما هي هانتيا بلوس لانفيني على صفر موان، غير ماشي شكل غير محدد. اش كيساوي؟ غنفرقو، يعني تعطينا بلوس لانفيني فوا اش؟ واحد على صفر موان. شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا بلوس لانفيني فوا اش؟ واحد على صفر موان. الشباب شحال؟ موان لانفيني. عاد شرحناها، بلوس لانفيني في موان لانفيني شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا موان لانفيني. السالب في الموجب كيعطينا سالب، يعني إلا قلنا 1000 وضربناها في ناقص 1000 شحال تعطينا؟ غتزيد هنا 3 تزيد 3 أخرين، يعني تعطينا 1 2 3، يعني تعطينا ناقص سالبة، يعني هذا ماشي الموان لانفيني، يعني عدد كبير عدد صغير بزاف.
ناقص يعني ماشي لنا الموانافي، يعني بالنسبه للموانافي كيعطيك موانافي. اه باينه، السالب في الموجب كيعطيك السالب، السالب في السالب كيعطيك موجب، موجب في الموجب كيعطيك موجب، بوان فينال. صافي سي تري بيان. نشوفوا الخاصيه الثانيه الرابعه الخامسه. خمسه ياك كيفاش تسمى خمسه؟ لا ميم شوز، هذا بلس لانفيني على صفر بلس، نفرقوها ونشوفوا. بلس لانفيني كتساوي لنا في واحد على صفر بلس، يعني كتساوي لنا بلس لانفيني في بلس لانفيني، بلس لانفيني في بلس لانفيني، موجب في الموجب كيعطيك موجب، بوان فينال. سي تري بيان. الوغ نشوفوا الخاصيه السادسه. الخاصيه السادسه هي موان لانفيني على صفر موان، موان لانفيني على صفر موان كيعطينا موان لانفيني فوا واحد على صفر موان، كتعطينا موان لانفيني فوا واحد على صفر موان موان لانفيني، موان لانفيني في موان لانفيني كتعطيك بلس لانفيني، بوان فينال. سي تري بيان الشباب. الوغ نشوفوا السابعه، موان لانفيني على صفر بلس، صفر بلس شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا موان لانفيني فوا واحد على صفر بلس، كتساوي لنا موان لانفيني في بلس لانفيني، كتساوي لنا موان لانفيني، دونك موان لانفيني ناقص السالب كتعطينا السالب. سي تخي بيان. القواعد الاخرين راه عبدناهم، يعني القاعده الثانيه هو بلس لانفيني في بلس لانفيني كتعطيك بلس لانفيني، الموان لانفيني في بلس لانفيني كتعطيك موان لانفيني، موان لانفيني في موان لانفيني كتعطيك بلس لانفيني. تبع معايا في هاد لوكا مزيان، لانه شحال من واحد ما كيفهمهاش. سي كا كا واحد العدد ابارتيان ا ار، يعني عدد كيقدر كينتمي لنا الار، يعني يقدر ياخذ لنا واحد ناقص واحد ناقص ستة اكسيتيرا، ولكن هنا ستريكتومون بوزيتيف يعني موجب قطعا، يعني يقدر ياخذ واحد جوج ال بلس لانفيني. سي تري بيان، ما ياخذناش بلس لانفيني، المهم عدد. يعني هاي يعني عدد كا الا ضربناه في لانفيني كيعطينا لانفيني، ما كيأثرش عدد موجب ما كيأثرش. اكزومبل ستة عدد موجب ضربناه في البلس لانفيني هادي بقى كتساوي لنا بلس لانفيني، لان هذا موجب ما كيأثرناش. ستة فاش في موان لانفيني عادي تبقى لنا موان لانفيني ما كيأثرناش، ولكن إذا كانت ستة سالب، الوغ إذا كان هذا المسخوط هذا سالب وضربناه في بلس لانفيني كيأثرنا على الإشارة، يعني هادي أثرنا ناقص ناقص مع الزايدة يعطينا الناقص، يعني عطاتنا موان لانفيني كتبدل الإشارة. إذا كان ناقص ستة في الموان لانفيني، يعني الموان في الموان تعطينا بلس لانفيني. دونك سي بيان، واحد العدد صغير بزاف ضربناه في عدد صغير غادي يعطينا واحد العدد كبير. سي سامبلومون صغير يعني من موان لانفيني، حيت كنقولو صغير ماشي زعما واحد، لا صغير زعما هو ناقص مليار ناقص اكسيتيرا، يعني موان لانفيني. صافي راه باينه. سي تري بيان، نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي. هادي اي تذكير، تذكير بسيط 99% فاهمينها، درنا لها تذكير سي سامبلومون. صافي سي بيان، نكملو دابا. دابا اجي دابا وصلنا كيفاش نحسبوا لا ليميت، كيفاش نحسبوا لا ليميت. لدينا ا كينتمي ل ار، يعني ا يقدر ياخذ لنا واحد جوج ناقص خمسة ناقص ستة سبعة، او ا كيساوي لنا واحد او، يعني او هي او غير، او ا كيساوي لنا بلس لانفيني ولا موان لانفيني، ولا ياخذ لنا بلس لانفيني ولا موان لانفيني. سي سامبلومون يعني اننا كنحسبوا لا ليميت ديال اكس كيمشي ل ا. علاش قلت لك هنا؟ يعني يقدر يكون واحد جوج، يقدر يكون بلس لانفيني موان لانفيني، يعني اي ليميت. صافي ليميت ديال اف دو اكس، اول حاجه كنديروها كنحسبوا الايماج. اول حاجه باش نحسبوا ليميت ديال واحد لا فونكسيون واحد الداله كنحسبوا لها الصوره، الصوره ديالها في ا. سي بيان، الى حسبنا لها الصوره ديالها في ا، جوج احتمالات، اما كتعطينا ليميت فين، يعني نهايه النهاية، يعني النهاية النهاية، يعني أن ليميت فيني، يعني ليميت ديالنا سالات. صافي يعني إلا عطاتنا بلوس لانفيني موان لانفيني صافي رسالات كتحطها لو أون ديريكتوم. إكزومبل نشوفو هاد المرحلة الأولى، يعني إلا قلتلك إف دو إكس، إكزومبل إف دو إكس كتساوي لنا إكس أو كاري زائد خمسة. صافي قلتلك حسب لي لا ليميت ديال إف دو إكس، حيث إكس كيمشيلاش لواحد، نديرو واحد. صافي اشنو كيساوي؟ اول مرحله كتحسب الايماج، كتساوي لنا الايماج، كتحسب الايماج اف دو واحد، اف دو واحد شحال كيساوي لنا؟ غتعوض اكس بواحد، واحد او كاري يعني واحد، واحد زائد خمسة يعني ستة، يعني هذه كتساوي لنا ستة، يعني هاد الليميت هذه كتساوي لنا ستة. صافي الايماج كتحسبها في الوسخ، كدير اف دو واحد اكس كتحسبها. الا كانت بلس لانفيني ها هو بلس لانفيني، كتحسب اف بلس لانفيني عفوا، كتحسب اف ديال بلس لانفيني شحال كتساوي لنا؟ هي بلس لانفيني كتعوضها بلاص اكس او كاري زائد خمسة، بلس لانفيني او كاري هي بلس لانفيني في بلس لانفيني كتعطيك بلس لانفيني، بلس لانفيني زائد خمسة
كتبقى بلوس لافيني صافي، بلوس لافيني زائد خمسة كتبقى بلوس لافيني ناقص خمسة كتبقى بلوس لافيني. سي بيان، إذا كانت موان لافيني هتولي موان لافيني، هنا رصا، هنا موان لافيني أو كاري هتولي بلوس لافيني، موان لافيني أو كاري تولي بلوس لافيني، أي حاجة أو كاري كتكون موجبة صافي. و إلا شتنا هي موان لافيني في موان لافيني، موان لافيني في موان لافيني، بلوس لافيني، بلوس لافيني زائد خمسة بلوس لافيني صافي. الشباب هذه هي ليميت فين سهلت صافي، كتحبس هنا صافي. كاين واحد المره حيت كتحسب الايماج كتعطيك الاشكال غير محدده، شكون هما هاد الاشكال غير محدده؟ كاينين اربعه خاصهم يتحفظوا وخاصهم يتضبطوا، شي حاجه بسيطه بزاف صافي. كاين الاولى الا عطيت صفر على صفر هذا شكل غير محدد، يعني الشكل غير محدد، يعني خاصنا نديرو واحد من هاد لي ميثود هادو صافي. ثانيه بلوس لانفيني ياك زائد موان لانفيني، ماشي بلوس لانفيني في موان لانفيني، بلوس لانفيني زائد موان لانفيني حتى هو شكل غير محدد هاكاك. لانفيني على لانفيني كانت بلوس لانفيني على بلوس لانفيني، موان لانفيني على موان لانفيني، بلوس لانفيني على موان لانفيني، موان لانفيني على بلوس لانفيني، بحال بحال اشكال غير محدده. يعني خاصنا نديرو بعض الطرق باش اننا نلقاو لا ليميت ديالنا. واذا كانت الصفر في لانفيني، لان شحال من واحد الصفر في لانفيني كيدير لها كتساوي الصفر، شحال من واحد كيقول صفر بلوس لانفيني كتساوي صفر، صفر في موان لانفيني كتساوي صفر، لا خطا انتيردي. دونك هنا خاصك دير صفر في لانفيني فورم انديتيرميني، يعني شكل غير محدد. عندك اربعه الاشكال غير محدده حفظتيهم تبارك الله عرفت مزيان. معليش الو نحيو هادشي نكمل. شو ما هي مزيان هاد الخاصيه الاولى، هاد الخصائص كتطبقهم في الايماج اون ديريكتومون، تطبقهم لي في الايماج حيت تحسب الايماج تطبق لي هاد القواعد قواعد. دونك عاد كتشوف واش ليميت فيني باش تبسط على راسك. اما الا مشيتي حتى درتيها كل شيء شكل غير محدد عاد جيتي ودرتي هاد لا ميثود هادو ميثود ان، دونك عاد تعاود ترجع دونك طول غير طول الطريق وصافي صافي. سي بيان، اش كتقول هادو قواعد خاص تكون حافظهم، قواعد خاص تكون حافظهم. انت لازم عليك تحفظ شحال من قاعده، وحده هادي وهاد الجوجه وهاد الثالثه وهاد الرابعه وهاد الخامسه وهاد السته، سته القواعد. والاخرين كنجبدوهم غير من سته القواعد صافي. سته القواعد ضروري انك تكون حافظهم، ضروري انك تكون حافظهم. اول قاعده خاصها تكون حافظها ونوريك كيفاش تحفظها. اول قاعده وهي لا ليميت ديال اكس كيمشي بلوس لانفيني ديال ال ان دو اكس كتساوي بلوس لانفيني. سي بيان، نفترضوا انك نسيتيها، الا نسيتيها انت كتعرف الشكل ديال ال ان، ها هو ال ان ديالنا، ال ان داير بحال هكا، داير بحال هكا وماشي البلوس لانفيني، وهنا ماشي الموان لانفيني، هكا ماشي لنا الموان لانفيني، ها الموان لانفيني وهادي هي اكس وهذا ماشي لنا البلوس لانفيني. سي بيان، شو معايا مزيان، الا كانت اكس ماشي هي البلوس لانفيني، هاد اكس ماشي هي البلوس لانفيني، هاد الداله فين ماشي هي، ماشي حتى هي لاش البلوس لانفيني، ها انت الى نسيتيها انت بالداله تعرف تجبدها. سي تري بيان، نشوفو القاعده الثانيه لا ليميت ديال اكس كيمشي لنا لاش الشباب لصفر بلوس، صفر بلوس ديال ال ان دو اكس شحال كتساوي لنا هكاك صفر بلوس. سي تري بيان، صفر بلوس شكون هو صفر بلوس؟ اشنو قلنا شكون هو صفر بلوس؟ هو صفر فاصلة صفر 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 تاني نديرو واحد صافي راه قلناه في الاول، يعني كنحسب واحد الشويه. الا درتي الاسقاط ديالو طن طن غتلقى هاد الداله هادي ماشي هي لاش الموان لانفيني، ماشي هي الموان لانفيني. سي بيان، هاد جوج قواعد خاصهم يكونوا محفوظين، نسيتيهم كتجبدهم بالرسم. الو و الا نسيت الرسم معليش مشيتي فيها، مشيتي فيها، مشيتي فيها، ولكن راه خاص تكون ضروري ضروري تحفظو. الا نسيتي الرسم بعد ما نديرك، ولكن راه امبوسيبل تنسى، دونك موحد وكذا بحال هادشي البسيط راه كيتحفظ كيكون مضبوط ما كيتنساش ليه. سي بيان، الوغ شوف معايا مزيان، من هاد الجوج كنقدرو نجبدو هاد القواعد الأربعة ولا نقولو ستة صافي. شوف معايا، نشوفو القاعدة الأولى، اشنو كتقول القاعدة الأولى؟ كتقول القاعدة الأولى أن ليميت ديال إكس كتمشي صفر بلوس ياك ديال إكس أس إن إل إن د إكس. تبع معايا الالم ديما كيكون ضعيف قدام الاكس الا كان مضروب ولا كان القسمه، ماشي يكون زائد الا كان مضروب ولا كانت القسمه. الا كان الضرب او القسمه
فإن الـ LNX كنعتبروه شي حاجة ثابتة موجبة، يعني بحالتي واحد الحاجة ثابتة نقدروا نعوضوها بواحد. ديما انت اعتبر الـ LN كيساوي لنا واحد، كيساوي لنا واحد كتحيدو يعني كيساوي واحد. يعني إذا جيت تحسب لا ليميت ديال هذا تعوض إكس بصفر، صفر أس إن هي صفر، هي صفر صافي. حيث هاد إن مالها، هاد إن راه كتنتمي لهداك الـ N إطوال صافي. شكون هي N إطوال؟ مجموع هاد الشي ديال سانكيام. N إطوال مجموع N إطوال، وهي واحد جوج ثلاثة حتى لاش حتى لانفيني صافي. المهم وهو أنه ما كايناش دخلة فيها الصفر. علاش؟ إلا دخلت إكس فيها الصفر، إلا دخلت إن كتساوي الصفر، أي يساوي لنا هذا واحد. إلا كانت هاد إن سالبة غتعطينا بحال قلتي إكس كتعطينا ناقص جوج، راه هي واحد على إكس أو كاري، يعني غتنزل لتحت صافي. ما خاصهاش تكون سالبة وما خاصهاش تكون كتساوي الصفر صافي، في القاعدة ديالنا سي تري بيان. إلا كانت سالبة كتقلبها وكتطبق عليها هاد الخاصية هادي جوج صافي. صافي بسيطة بزاف. يعني شنو قلنا؟ يعني قلنا أن الإلين كيتعمل ديما، الإلين كنحيدوه. جي عطيني واحدة أخرى، هاي ليميت ديال إكس كيمشي صفر بلس ديال إلين دو إكس حتى إكس أوس إن. أشنو غنديرو الشباب؟ هادي غادي نهملوها، يعني بحال واحد صافي. واحد على صفر بلس يعني شحال تعطينا؟ تعطينا بلس لانفيني صافي. هاهي بلس لانفيني. لا ميم شوز هنا، أنا هملوها هادي إكس كتمشي لبلس لانفيني، أنا عوضو إكس بلس لانفيني عطينا بلس لانفيني. لا ميم شوز هنايا، أنا هملو هادي تعطينا واحد على بلس لانفيني تعطينا صفر، هاهي صفر. سي تخي بيان، سي بيان صافي. من هاد جوج قواعد استنتجنا قواعد أخرى، شي حاجة بسيطة بزاف. تبع معايا القاعدة ديال أخرى، عندنا أن ليميت، ليميت ديال إكسبونسيال إكس حيث إكس كتمشي لبلس لانفيني كتساوي لنا بلس لانفيني صافي. سي تخي بيان. ركز معايا مزيان، شو معايا مزيان. نتايا في الامتحان الوطني، في الامتحان الوطني هكا كتكتب له، الامتحان الوطني هكا كتكتب له. في الوسخ هادي راه بحال هكا، بحال كتبت لك هكا اكسبونونسييل بلس لانفيني. في الوسخ كتكتب هادي، يعني اكسبونونسييل بلس لانفيني فانها كتساوي بلس لانفيني، غير باش تبسط عليك الاشياء. يعني الا لقيتي هنايا بحال لقيتي اكس او كاري زائد واحد لقيتيها كتساوي بلس لانفيني، راه بلس لانفيني، راه نيت راه هادي كتساوي بلس لانفيني صافي. سهابيا الوغ، من هاد القاعدة كنقدرو نستنتجو هاد القاعدة التحتانية. علاش؟ لأن عندنا إكسبونونسييل بل... نقولو موان لانفيني ياك، هاهي نكتبوها هنايا إكس كتمشي لاش لموان لانفيني، يعني شنو تساوي لنا هادي الكتابة ديالها؟ شكون هي؟ قلنا في الوسخ هي إكسبونونسييل موان لانفيني. شحال تساوي لنا هادي؟ غادي نهبطوها لتحت، يعني تعطينا واحد على إكسبونونسييل بلس لانفيني. عقلنا على هاد القاعدة الشباب ياك، إكسبونونسييل أ كتساوي لنا واحد على اكسبونونسييل ناقص ا. قواعد ديال اكسبونونسييل الشباب هادي كنعرفو الليميت ديالها كتساوي بلس لانفيني، يعني واحد على بلس لانفيني. شحال كتساوي لنا واحد على بلس لانفيني الشباب؟ صفر. دونك هادشي فرق هاد الوسخ، ما كتكتبهالوش في الامتحان. في الامتحان تقدر تكتب له بحال هكا اون ديريكتوم، لا ليميت ديال اكسبونونسييل اكس هي تو اكس يمشي لموان لانفيني فانها كتساوي لنا جوج. سي تري بيان. من هاد جوج قواعد هادو كنقدرو نستنتجو هاد القواعد الاخرى، يعني عكس الان كتولي اكسبونونسييل هي اللي مسيطرة، يعني الاكسبونونسييل ما كتهملش، شكون اللي كيتهمل؟ اكس. سي تري بيان، هنايا الاكس هو اللي كيتهمل، نو نحيدو، يعني الاكس كيتهمل هنايا سي سامبلومون. يعني الا بغينا نحسبو لا ليميت اكزومبل، ليميت ديال اكس كتمشي لبلوس لانفيني ديال اكسبونونسييل اكس على اكس اوس ان. دونك هنايا الاكس كنهملوه، يعني كنعتبروه واحد لواحد كيساوي لنا واحد اكزومبل، كنهملوه يعني بحال كيساوي واحد. اكسبونونسييل بلوس لانفيني شحال كتساوي؟ كتساوي بلوس لانفيني اون ديريكتوم. سي تري بيان الشباب ديالنا، مزيان. الوغ غنشوفو دابا الا كانت نقولو في موان لانفيني، موان لانفيني لا ميم شوز، موان لانفيني حتى هي. المهم انه كيتهبلنا اكس، كتبقى لنا اكسبونونسييل. اكسبونونسييل موان لانفيني شحال تعطينا؟ غتعطينا شنو؟ تعطينا صفر صافي الشباب. سي تخي بيان. الوغ دابا راه باين الان ضعيف، الاكسبونونسييل قوي جدا صافي. ولكن الا كنضربو القسمة، لان شحال واحد كان جوج كيدير، كيديك هكا ليميت ديال اكس كتمشي لنا لموان لانفيني اكزومبل ديال اكس او كاري زائد اكسبونونسييل اكس. اشنو كيقول؟ كيقول راه اكس كتهمل، كنهملو اكس، اذا كنحسبو هادي دونك كتعطينا صفر.
لا خطأ، خاصو يكون الضرب ولا القسمة، أما الزائد والناقص راه بوحدها صافي. هاكاك باش ما جيش تقول لي هملت انا الاكس استدام ما خرجت ليش. ما قلت لك انا الضرب والقسمه سيبي نشوفوا هاد الخواص كتحفظهم ثلاثه هم دونك خاصك تحفظهم يقدروا يتحطوا في الاكس ديال الاكس تي اكس تحفظهم سيبي. الوغ دابا غنجي نمشيو للمعاهدات الوطنيه باش نطبقوا هاد لي ميثود هادو اللي عندنا هنايا. غنشوفوا الامتحان الوطني الاول اللي عندنا وهو 2017 نورمال يعني عادي 2017 نورمال الدورة العادية. عطيهم الشباب عطيهم اف دو اكس كتساوي لنا اكس زائد واحد ناقص جوج على اكس الين دو اكس صافي. قال لك السؤال الاول باين ان الليميت باين ان الليميت ديال اف دو اكس حيث x كتساوي بلس لانفيني فإنها ماشي بلس لانفيني عفوا كتساوي صفر حيث x أكبر من صفر. شو معايا مزيان هاد الجملة هادي x ماشي هي صفر حيث x أكبر من صفر راه إيكيفالي راه هي x كتمشي لاش لصفراش بما أنها موجبة صفر بلس. وإلا كان عاطيك x كتمشي للصفر حيث x سالبة يعني هذا اش كيعني؟ كيعني أن x ماشي لاش صفر موان صافي. ركز لي في هاد الخواص هادو تقدر انه طيح فيهم صافي الشباب سي نكملو. قالك بينا انها كتساوي لنا شحال الشباب عطينا كتساوي لنا بلس لانفيني صافي. حنا نديرو اننا ما عارفينش انها كتساوي بلس لانفيني باش اننا نفهمو مزيان ما حيت كتلقى الاجوبه ما غاتفهمش مزيان صافي. اول حاجه شنو كندير بغيت نحسب لا ليميت في اكس كتمشي للصفر كنمشي للرقاد الوسخ. تبع معايا لا ميثود في الرقاد الوسخ ماشي اون ديريكتومون كتجي الخدمه الرقاد الوسخ. شو معايا شنو كنديرو في الرقاد الوسخ؟ كنحسبوا اول حاجه الايماج يعني كنحسبوا اف ديال اش اكس كيمشي للصفر صفر اش صفر بلس صافي. هاك اول حاجه نحسبوا الايماج يعني تعطينا اكس يعني نعوضوها بصفر بلس فين مش فينا اكس نعوضوها بصفر بلس زائد واحد ناقص جوج على اش صفر بلس. ركز معايا سي بيان الين ديال اش صفر بلس هاكاك. هادي صفر مشات لنا صفر زائد هادي شحال كتساوي لنا واحد على صفر بلس هاكاك. واحد على صفر بلس يعني تساوي لنا هادي صفر مشات غتبقى لنا كتبوها هاكا واحد ناقص جوج على صفر بلس. جوج على صفر بلس شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا بلس لانفيني الشباب بلس لانفيني بلس لانفيني. راه الناقص هنا يعني الناقص هاد الناقص بلس لانفيني كتعطيك شحال؟ موان لانفيني هاكاك يعني زائد موان لانفيني صافي الشباب هاكاك. الان ديال صفر بلس دابا في هاد اللور كنبسط لكم باش الناس اللي ما فاهمينش. الناس اللي فاهمين راه بيان جوي راه باين هادشي صافي. الناس اللي ما فاهمينش حنا كنبسطوهم من بعد غنبقى نخدمو هادشي في ساعه صافي. الان ديال صفر بلس هاهي الان ديال صفر بلس كتساوي موان لانفيني موان لانفيني. واحد زائد موان لانفيني كيعطيك موان لانفيني. موان لانفيني في موان لانفيني كيعطينا شحال؟ بلس لانفيني. اذا هذه كتساوي لنا بلس لانفيني. غتقول لي يا استاذ واش هادشي نحطو في الامتحان الوطني؟ انتيردي امبوسيبل تحطو هذه في الامتحان الوطني. هذه في الوسخ صافي. هذه كنحطوها فاش؟ في الوسخ. اما الامتحان الوطني كتحط له لا ليميت ديال اف دو اكس كتساوي لنا بلس لانفيني لان علاش؟ لان شو ما مزيان لان لا ليميت ديال اكس كتمشي لنا صفر حيث اكس موجب ديال صفر كتفرقهم ديال هذه بوحده ديال اكس شحال سوات لنا الى عوضتي سوات لنا صفر ياك. ولا ليميت ديال اكس كتمشي للصفر ديال اكس اكبر من صفر ديال هذه بوحدها واحد ناقص جوج على اكس هكا كتخدم له في الموحد كتساوي شحال عطاتنا هذه بوحدها عطاتنا موان لانفيني موان لانفيني. اي لا ليميت ليميت ديال اشنو بقات ديال ان دو اكس حيث اكس كتمشي لاش للصفر و اكس اكبر من الصفر فانها كتساوي لنا موان لانفيني صافي.
كتقول له هادشي حكا تسوي هادشي حبيبي هو الضرب داك الشيء راه بسيط بلا ما تقول له بلا ما تقول له راه صفر زائد المؤلف اللي في المؤلف اللي كتساوي لا بلا ما تقول له صافي كتحط له لان هادشي صافي هكا كنتعاملوا فاش في المحاد الوطني سي تري بيان الوغ نحيو الشباب ونشوفوا التكمله ديال لي زيكزيرسيس الوغ قال لك سؤال اخر تن قالك بين ان ليميت حيث اكس كتمشي بلس لانفيني بلس لانفيني فانها كتساوي لنا بلس لانفيني حيد عليه حنا ما عارفينش كتساوي بلس لانفيني اجي نتاكدوا اشنو كنحسبوا اول حاجه الايماج الصوره اف ديال بلس لانفيني شحال كتساوي لنا كتساوي لنا بلس لانفيني ها هي بلس لانفيني زائد واحد ناقص جوج على بلس لانفيني ياك ان بلس لانفيني ثانيا هيا جوج على بلس لانفيني شحال كتساوي صفر بيان جوي لك هذه مشات لنا للزيرو واحد ناقص صفر هي واحد دونك هذه عطاتنا الليميت ديالها كيساوي واحد هذه الليميت ديالها في بلس لانفيني شحال كتعطيك كتعطيك بلس لانفيني ياك ها هي سي بيان وهذه راه بلس لانفيني دونك اش غتعطينا غتعطينا بلس لانفيني زائد واحد في بلس لانفيني غتعطينا بلس لانفيني بلس لانفيني زائد بلس لانفيني شحال كيساوي لنا بلس لانفيني سي تري بيان هذا كيساوي بلس لانفيني لان اش لان الليميت ديال اكس كيمشي لنا لبلس لانفيني ديال اكس كيساوي لنا بلس لانفيني اي الليميت ديال اكس كيمشي لنا لبلس لانفيني ديال واحد ناقص جوج على اكس شحال عطانا هنايا واحد واحد اي الليميت ديال اكس كيمشي لبلس لانفيني ديال ln دو اكس شحال كيساوي بلس لانفيني صافي كتحط لهم ديريكتومون كتبين لانها لقيناها شكل مباشر وكان ما لقيناش شكل مباشر عملنا ولا شي حاجه نحطوا له التعميل هنا هنا لقيناها بشكل مباشر هذا كيتسمى شكل مباشر اف دو ا كما كتشوفوا المحاد ديال 2017 كاملوا غير اشكال مباشره يعني ما خدمنا لا ميثود لا حتى حاجه شي حاجه بسيطه بزاف صافي نحيدوا هادشي ونشوفوا محادات اخرى نشوفوا فيهم شي تعبير ولا شي حاجه بعدا المهم نخدموا شويه شو معايا من بعد في المحاضره كيبسطوا لكم الاشياء تبسيط غير معقول يعني كيبسطوا لكم واحد الدرجه كبيره يعني باش ما تزقلش باش ما تزقلش 20 ديال ولكن نتوما ما عارف كيفاش كتزقلوها ما عليناش عطينا الامتحان الوطني 2015 راتراباج استدراكيه الوغ عطينا اف دو اكس الشباب اف دو اكس كتساوي لنا اكس مقسوم على اكس بونسيل اكس ناقص جوج اكس الوغ اشنو غادي نديرو الشباب غادي نحسبو لا ليميت قالك بين ان النتائج كيعطيوها لكم بين ان الليميت ديال اكس كتمشي لبلوس لانفيني ديال اف دو اكس كتساوي لنا زيرو اشنو غادي نمشي ورقة الوسخ غادي نحسبو اف ديال بلوس لانفيني الشباب ديالنا اف ديال بلوس لانفيني عطاتينا فورم عندي تيرميني بين اكس انا عوضها بلوس لانفيني راه باينه مقسومه اكسبونونسيال بلوس لانفيني شحال كتعطيك كتعطيك بلوس لانفيني ناقص جوج في بلوس لانفيني يعني موان لانفيني يعني زائد موان لانفيني ها فورم عندي تيرميني الاولى فورم عندي تيرميني الجو يعني اشكال غير محدده عطاتنا اشكال غير محدده في الايماج دابا هنايا راه لي المعقول واش كاين شي خاصيه من هاد الخواص هنايا ما كاينش كاينش عندنا شي اكس كذا ما عندناش المنطق واش شي خاصيه هنا ما كايناش صافي سي بيان غادي نمشيو لثاني مرحله وهو التعميل والنشر هنايا واش نشرو ولا نعملو هنايا النشر راه ما عندنا كيديروا النشر غادي نعملو هكاك باش نعملو هنا ما عملنا باكس لتحت نعملو باكس صافي هاي هاي يعني اكس عامل على اكس بونونسيال اكس ناقص جوج اكس كتساوي اكس عامل غنعملو باكس هي اكس عامل على اكس بونونسيال اكس على اكس ناقص جوج ها اكس تمشي لنا مع اكس شحال تساوي لنا واحد على اكس بونونسيال اكس على اكس ناقص جوج هاكا دابا جينا نعوضو هادي حيت كنعوضوها بلس لانفيني شكون كيغلب الاكس بونونسيال يعني كتساوي بلس لانفيني بلس لانفيني ناقص جوج بلس لانفيني واحد على بلس لانفيني كتساوي لنا صفر سي تخي بيان صافي سي بيان غادي نجيو للاستاذ اشنو غادي نكتبولو تبع معايا غادي نكتبولو لا ليميت ديال اكس عامل اكسبونونسيال اكس ناقص جوج ما تحطالوش نيشان لان هنا درنا واحد الطريقه عملنا خاصك تعمل له كتساوي لنا ليميت ديال اكس كتساوي لنا بلس لانفيني ديال اكس عامل اكس عامل اكسبونونسيال اكس على اكس
ناقص جوج اكس غتمشي لنا مع اكس يعني كتساوي لنا الشباب ليميت ديال اكس كتمشي لنا بلوس لانفيني ديال واحد على اكس بونسيال اكس على اكس ناقص جوج. هذه عوضناها مباشرة عطاتنا صفر. علاش؟ لان ليميت ديال اكس كتمشي بلوس لانفيني كتكتبها له، لان ليميت ديال اكس بونسيال الى اكس شكون تيغلب هنايا؟ كيغلب ليكس بونسيال كتساوي لنا بلوس لانفيني. الخاصية الثانية طبقنا صافي سي بيان، لان النتيجة ها انت خدمتيها صافي سي بيان، يعني اللي مدات عطاتنا صفر لان اكس بونس اكس على اكس عطاتنا كتساوي لنا بلوس لانفيني. ها كما كتلاحظ انه كادويات شي حاجة بسيطة بزاف. نكملو التمرين. سؤال كرها هو اصلا عاطيها لك هاي هاي شو لاحظ ان اكس بونسيال اكس ناقص جوج اكس كتساوي لنا اكس عامل، دونك الجواب عاطيه لك انت يا بحال في المحل هنا عاطيك غير تعوض اصلا شي سامبلوم. اما اصلا هاد الجواب ما خاصوش يعطيك الصراحه، راه باين تعميل علاش حنا كنديرو هنا المراحل. معليش نكملو الحاله الثانيه. الحاله الثانيه الا كانت عندنا لا ليميت ديال اكس دابا مع الخلعه وكذا في المحل، فهمتي كيخافوا انكم تزكلو شي حاجه، فهمتي كتكون مع الخلعه وكذا الشباب ما تخلوش، راه شي حاجه بسيطه صافي. بداو بالاشتقاق كتخدموا طياره ما كتزكلوش الاخرين صافي. بدا ديما بالاشتقاق، اشتق لي شوف واحد الاشتقاق خدمو هو الاول صافي، راه ماشي اشتقاق صافي حيت ساهل، لا حيت كيلعب لك بزاف د الحاجات، كيلعب لك نفسيا حيت كتلقى حيت كيبوك باين صافي، كيبوك باين انك هذا كتساوي اكس او كاري زائد 5 على اكس، انت كتلقاها كتحس بواحد الراحه النفسيه، كتبقى تطرطق لي داكشي الاخر كتخدمو مزيان فهمتي. هذه هي ميثود زوينه داكشي علاش كيقول تسبق ديما السهل، ماشي تسبق لي الصعيب ما تخدموش تحصل تفشل في الاخرين، لا خدم لي ديما السهل. بدا لي بالاشتقاق خدمو في الوسخ لقيتو وي صافي الاخرين غادي نطرطقو طخ 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 وتقال لي ما تقال لي والو. دابا نحسبو لا ليميت ديال هادي، نفس القضيه الا عوضنا في بلوس لانفيني هادي في موان لانفيني، داكشي كنشوف حنا حسبنا في بلوس لانفيني عطاتنا صفر، دابا في موان لانفيني غنعوضو موان لانفيني، هاهي موان لانفيني على اش؟ على موان لانفيني تعطينا صفر ناقص موان لانفيني، موان لانفيني تعطينا بلوس لانفيني، موان لانفيني على بلوس لانفيني فهم انديتيرمينو شكل غير محدد صافي، يعني الصورة كتعطينا شكل غير محدد صافي. نشوف واش كاين شي طريقة من هنا، مكاينش، دونك كنديرو التعميل أو النشر نفس الطريقة نعملو، يعني تعطينا إكس عامل على إكس بونسيال إكس ناقص جوج إكس كتساوي لنا إكس، غنعملو ب إكس تعطينا إكس بونسيال إكس على إكس ناقص جوج إكس تمشي مع إكس تعطينا واحد على إكس بونسيال إكس على إكس ناقص جوج. هادي إلا مشات لنا موان لانفيني شحال تعطينا؟ شو كيغلب؟ كيغلب ليكس بونسيال تعطينا صفر، يعني هادي تعطينا صفر، يعني شحال تساوي لنا ناقص واحد على جوج، غتبقى لنا واحد ناقص واحد على جوج. غتجي الأستاذ ديالك نتايا تحط له هكا نفس الحاجة إكس عامل على إكس بونسيال إكس ناقص جوج إكس، فإنها كتساوي لنا أو أستاذنا لا ليميت ديال إكس كتمشي لنا موان لانفيني، موان لانفيني ديال إكس غنعملو بها الفوق غنعملو بها لتحت إكس بونسيال إكس على إكس ناقص جوج، يعني إكس غتمشي مع إكس، دونك شحال كتساوي لنا؟ غتساوي لنا لا ليميت ديال إكس كتمشي لنا موان لانفيني ديال واحد على إكس مشات مع إكس، إكس بونسيال إكس على إكس ناقص الشباب جوج، دونك هادي مشات لنا لزيرو، دونك كتساوي لنا ناقص واحد على جوج، لأن أش الشباب؟ لأننا عندنا ليميت ديال إكس كتمشي لنا موان لانفيني. موان لانفيني ديال اكس بونسيال اكس على اكس كتساوي لنا صفر. علاش كتساوي لنا صفر الشباب؟ حيت ولد الذين هاد الاكس بونسيال هذا كيغلب هاد الاكس هذا وديما مأثر عليه، داكشي علاش كنهملو الاكس والاكس بونسيال موان لانفيني كيساوي لنا واحد على اكس بونسيال بلس لانفيني، وكيساوي لنا واحد على بلس لانفيني كيساوي واحد على بلس لانفيني كيساوي لنا صفر، إلا جاب الله حتى نسيتي الاكس بونسيال موان لانفيني شي سامبلومو. الوغ حنايا الامتحان الوطني الاخر دردقنا، نشوفوا الامتحان اخر الوطني اخر شي سامبلومو. كما كتلاحظوا دابا صافي الا فهمتي الطريقه فهمتي القوال فهمتي اللعيبات صافي كيجيك هادشي ما صافي ما تبقاش انت غير زيد. كشي علاش كنقول لكم ديما قراو بعقلكم، مع جميع الاجزاء كنقراو بالعقل ديالنا ماشي كنقراو غير كنخدمو التمارين. كاين دابا الناس علاش كتلقى كيجيب 11 10 12 في الامتحان الوطني في الماط كيبقى غير يخدم، كيبقى يمشي يتفرج في الفيديوهات ديال التمارين، كيبقى غير حل فمو كيخدم له هذاك الاستاذ التمرين، راه ماشي انا اللي خاصني نخدمك التمارين، انا خاصني نشرح لك الدرس، انت هي اللي خاصك تمشي تخدم الامتحانات الوطنيه بوحدك، انت كتبقى تفرج لي في تسحيح الامتحان الوطني 2004
راه انت اللي خاصك تشدو، راه عندك بيدير، عندك كلشي خدم، صافي ولا في يديك تخدم سي سامبلومون. لانه كيما قلت لك ان الا خدمتي بيديك، خدمتي الامتحانات الوطنيه بيديك، غتلقى واحد الحاجه سهله بزاف. الامتحان الوطني تسالي في ساعه ونص ساعتين تسالي صافي، يعني الوقت ما غاديش يقول امبوسيبل قلبي يقول. ولكن انك جاي كتفرج بحال فمك راه الوقت عادي كما قلنا انه يقول لك سير الوغ نكملو. دونك باتري فيبل، ولكن نحاولو اننا نكملو قبل ما طفلنا الكاميرا. الو شوفو امتحان وطني اخر، شوفو الامتحان الوطني ديال 2011 راتراباش استدراكي 2011 راتراباش. الو 2011 راتراباش عطاهم دالة اف دو اكس كيما دابا كتساوي لنا اكس ناقص واحد على اكس لين دو اكس سي بيان. اول حاجه كتبين ان الليميت، عطاك انها تبين ان الليميت ديال اكس كتمشي لصفر بلس ديال اف دو اكس كتساوي لنا بلس لانفي. الوغ كيما هذا حنا نديرو ما عارفينش انها كتساوي بلس لانفي. الوغ شو معايا، اول حاجه كنمشيو على هاد الوسخ كيما العاده كنحسبو الايماج ديال اف ديال صفر بلس ونشوفو النتائج اللي تعطينا. صفر ناقص واحد تعطينا ناقص واحد على صفر بلس. دونك في الالين، في الالين نتاع صفر بلس. دونك هادي شنو كتساوي لنا، ركز معايا، راه ناقص 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 سي بيان، يعني تعطينا ناقص فاش في واحد على صفر بلس هكا تعطيك بلس لانفيني. ركز معايا شحال واحد كيتلف في هادي، بلس لانفيني في الناقص تعطيك موان لانفيني، يعني الاشاره ديال هادي كامله تعطيك موان لانفيني، لان العدد السالب كيأثر صافي، العدد السالب كيأثر كما قلنا كيأثر لنا سي بيان، يعني تعطينا موان لانفيني. موان لانفيني فاش في الالين ديال صفر بلس شحال كتساوي، كتساوي موان لانفيني حتى هي، موان لانفيني في موان لانفيني كتعطيك بلس لانفيني. دونك هنايا بلس لانفيني، لان كما العادة حط لي علاش، لان ليميت غنفرقوها كل وحدة بوحدة. ليميت ديال اكس كتمشي لصفر بلس ديال اكس ناقص واحد صفر عفوا ماشي صفر اكس كتساوي لنا شحال، حال عطاتنا عطاتنا موان لانفيني، موان لانفيني. و ليميت ديال اكس كتمشي لصفر بلس ديال ال اكس كتساوي لنا موان لانفيني. دونك انت خدمتي لا كيسيون ديالنا بشكل بسيط بزاف شي سامبلومون، نتمنى انكم صافي وليتو كتضبطوا هادشي، وهادشي كيبان لكم كما قلنا ساهل بزاف. سؤال اخر كيقول لك انه حسب لي لا ليميت ديال في بلس لانفيني كتعطيك بلس لانفيني، يعني ليميت ديال اكس كتمشي لبلس لانفيني ديال اف دو اكس فانها كتساوي لنا بلس لانفيني. سي تري بيان، لا ميم شوز نشوفو اف دو بلس لانفيني شحال تعطينا، الايماج بلس لانفيني شحال كتساوي لنا سي بيان. الى عوضنا هنايا بلس لانفيني ناقص واحد يعني بلس لانفيني، لتحت تعطينا بلس لانفيني، دونك فورم انديتيرميني ان ديال بلس لانفيني، دونك هنايا كتسمى فورم انديتيرميني، يعني شكل غير محدد، حيت عطاتنا هنايا بلس لانفيني ناقص واحد بلس لانفيني بلس لانفيني. هنا عندنا شنو عندنا، عندنا بولينوم، يعني نحسبوها كل وحده بوحده. شوف معايا مزيان، هنايا خاصك تحسبها الوعر تاع ليميت نتاع اكس كتمشي بلس لانفيني غاسيوني لا فونكسيون غاسيوني، يعني دالة جذرية، يعني اكس ناقص واحد على اكس، هادي بوحده نحسبو ليميت دايره هادي بوحده ونشوف شحال تساوي. كتساوي شنو كنديرو، كنهزو اكبر اس واكبر اس، ياك عرفتو ليميت ديال اكس على اكس اكس كتمشي بلس لانفيني، يعني شحال كتساوي لنا واحد صافي. دونك نديرو مراجعة بسيطة، ليميت نتا اكس اس خمسة زائد ستة اكس زائد سبعة، ياك حيتو اكس كتمشي لبلس لانفيني ولا موان لانفيني، فإن كنهزو أكبر أس، شكون هو؟ هو أس خمسة، حيتو اكس كتمشي لبلس لانفيني ديال اكس أس خمسة، يعني إلا عوضنا تعطينا بلس لانفيني، كنهزو أكبر أس، ولكن بشرط إلا كانت اكس كتمشي لبلس لانفيني أو موان لانفيني، يعني بحال هكا ليميت ديال اكس كتمشي لنا موان لانفيني، حتى هي نقدرو نهزو بحال هكا. اكس او 6 زائد 5 اكس زائد 1 على اكس او كاري ناقص اكس او 6 زائد 7 صافي. اشنو غادي نديرو، شحال كتساوي لنا، غادي نهزو لا ليميت، هانت ليميت ديال اكس كتمشي موان لانفيني، تبع معايا اكبر اس الفوق شكون هو، هو اكس او 6 هو اللي عندو اس كبير، يعني فوق اكس او 6 اكبر اس لتحت هو
كتهز معاها الاشاره ناقص اكس اس ناقص اكس اس، هذه تمشي معاني دونك كتبقى لنا ناقص واحد. فوقاش كنهزو اكبر اس واكبر اس الفوق واكبر اس لتحت، ولا اكبر اس سير في الفونكسيون كما كنقولوا حدوديه. الا كانت عندنا الاكس كتمشي بلس لانفيني وموان لانفيني. اما اكزومبل الا كانت الاكس كتساوي بحال 5 دونك هذه ما ديرهاش، دونك خاصها تكون كتمشي بلس لانفيني ولا موان لانفيني. الشباب صافي الو نحيو هادشي صافي. داكشي درنا هنايا دونك عندنا اكس ناقص 1 على اكس، هزينا اكبر اس هنا هو اكس، او اكبر اس لتحت هو اكس، اكس على اكس عطاتنا واحد. يعني وعدنا ان الليميت نتاع اكس كتمشي لبلس لانفيني ديال ال دو اكس شحال كتساوي لنا الشباب؟ كتساوي لنا بلس لانفيني. دونك بلس لانفيني في واحد تعطينا بلس لانفيني، سي تري بيان، لان صافي هي هادي صافي. دونك واحد في بلس لانفيني تعطينا بلس لانفيني، واحد في بلس لانفيني تعطينا بلس لانفيني، سي بيان. الوغ نكمل، قالك حسب لا ليميت ديال اف دو اكس على اكس وبينا انها كتساوي لنا صفر صافي سي بيان. شو معايا مزيان؟ الوغ ها ليميت غتعطينا ليميت نكتبو هنايا، ليميت ديال اف دو اكس هي اكس ناقص واحد على اكس ان دو اكس، حيث اكس كتمشي بلس لانفيني. هنا عندنا جوج احتمالات، شو معايا مزيان؟ هنا عندنا جوج احتمالات، هاد مقسومة على اكس، اما نجيبها تحت هنايا يعني تولي لنا او كاري، او راه هادي كتساوي لنا كتيكيفالي لا ليميت ديال اكس كتمشي بلس لانفيني ديال اكس ناقص واحد على اكس ln دو اكس، او هاد الاكس هذا جيبوه تحت ln اكس صافي سي بيان. نبداو باشنو؟ نشوفو وحده فيهم، عفوا طاح لنا السيارة، نشوفو هادي شحال غتعطينا. هادي عوضناها غتعطينا هادي بلس لانفيني صافي. هنا نعملوها تعطينا واحد، نعملوها تعطينا اكس على اكس او كاري اكبر اس، يعني واحد على اكس سي بيان، حيت نعوضوه بلس لانفيني عطينا واحد على بلس لانفيني شحال صفر. ها هي صفر، يعني صفر هادي تعطينا صفر، وهادي الليميت ديالها تعطينا بلس لانفيني، يعني شكل غير محدد. علاش؟ لانه الصفر فاش في البلس لانفيني، يعني شكل غير محدد. هذيك الرابعة دونك هاد الطريقة هادي ما نخدموها. نشوفو هاد الإكس هادي إلا جبناها لتحت هنا، شكون كيغلب الإنين ولا الإكس هنا؟ كيغلب الإكس، يعني هنا إلا عوضناه بلس لانفيني عطينا واحد على بلس لانفيني، شحال هادا عطينا؟ عطينا صفر، يعني هادي غتعطينا صفر. تمام، عاود تاني هادي شحال غتعطينا؟ هادي غنحسبوها نهزو أكبر أس للفوق وأكبر أس للتحت، إكس إكس غتساوي لنا واحد، يعني هادي غتساوي لنا واحد. واحد صفر عطينا صفر، دونك نخدمو بهاد صافي. تجي للطروف، عندنا اف دو اكس كتساوي اكس كتساوي لنا ليميت ديال اكس كتمشي لنا بلس لانفيني ديال اكس ناقص واحد على اكس. انا كنخدم بحال انا اللي كنخدم، بحال كنخدم في المحيط، دونك كنعطي الاحتمالات ديالي سيتي غير باش تفهموا طريقه الخدمه صافي. ال دو اكس ديك مقسومه على اكس نجيبوها تحت ال، ما نجي نجيبوها تحت ال صافي، كتساوي لنا شحال قلنا؟ كتساوي لنا صفر، لان ليميت كتب له ديال اكس كتمشي بلس لانفيني ديال اكس ناقص واحد على اكس كتساوي لنا واحد، و ليميت نتاع اكس كتمشي بلس لانفيني ديال ln اكس على اكس فانها كتساوي لنا صفر، والصفر في الواحد عطانا صفر. سي تري بيان سي بيان، نشوفو واش واخر سي بيان. هادشي اللي كاين اصلا ها هي، ها هو عطينا اصلا الجواب. لاحظ ان اف دو اكس على اكس كتساوي لنا اكس ناقص اكس على اكس ln دو اكس على اكس. سامبلومون السيد عطيك الجواب، عطيك اصلا الجواب في المحاد، معليش. المهم هو اننا نفهم كما كنشوفو حتى في التعميل وكذا كيعطيك الجواب، دونك معليش. حنا الا ما عطيناش ولا شي حاجه بدا نكونو ضابطين الامور ديالنا، حيت كتكون ضابط الامور ديالك راه مزيان. الو نشوفو امتحان وطني اخر 2009 استدراكية 2009 رطراباج. دونك كما شفتي خدمنا بزاف في الامتحانات الوطنية، علاش؟ باش اننا نضبطو هاد لو بوين هادي ديال لا ليميت، باش ان كلشي يضبط الليميت كيفاش كنحسبوها صافي. غنخدمو هذا هو اخر واحد، ولا نزيدو باش نديرو التغيير شونجمون دو فاريابل، تغيير المتغير. الوغ شوف معايا 2009 شنو قالك؟ عطينا ان اف دو اكس كتساوي لنا اكس عامل على اكس بونسيال جوج اكس
ناقص واحد على إكسبونسي جوج إكس زائد واحد. سيبيا هذه هي إف دو إكس ديالنا. قال لك بين أن الليميت ديال إف دو إكس حيث إكس كتمشي بلس لانفيني فإنها كتساوي لنا بلس لانفيني. ياك سيبيا غادي نجيو حنايا كما العادة نحسبو الإيماج إف ديال بلس لانفيني. يلا الشباب شحال كتساوي لنا؟ جوج في بلس لانفيني شحال؟ إكس هنا نعوضها بلس لانفيني، هي بلس لانفيني فاش مضروبة في إكس بونونسيال جوج في بلس لانفيني شحال؟ هي بلس لانفيني ياك ناقص واحد على جوج في بلس لانفيني هي بلس لانفيني زائد واحد ياك شحال كتساوي لنا؟ هادي تعطينا بلس لانفيني، هادي شحال تعطينا بلس لانفيني؟ بلس لانفيني ناقص واحد هادي بلس لانفيني هنايا بلس لانفيني زائد واحد هي بلس لانفيني، يعني شكل غير محدد هنايا عطانا شكل غير محدد. دونك عندنا مشكل في هاد البارتي هادي شكل غير محدد. دونك اشنو كنديرو؟ كنديرو التعميل او النشر صافي سيدي، لان ما عندنا شي خاصيه من هاد الخصائص اللي نطبقوها هنا. دونك كنديرو التعميل لان النشر الى نشرنا ما تخرجش. دونك كنعملو باش نعملو نعملو بواحد ماشي بواحد اكسبونونسيال جوج اكس الى عملنا بواحد بحال ما عملناش صافي، يعني ها اكس عامل غادي نعملو باش بإكسبونونسي جوج إكس باش نطيرو عليها سي بيان. غنعملو شحال تعطينا؟ تعطينا واحد ناقص واحد على إكسبونونسي جوج إكس مقسومة على غنعملو بإكسبونونسي جوج إكس عامل على واحد زائد واحد إكسبونونسي جوج إكس سي بيان. هادي غتمشي مع هادي دونك شحال تبقى لنا الدالة؟ تبقى لنا إكس ياك فاش واحد ناقص واحد إكس بونسي جوج إكس واحد زائد واحد إكس بونسي جوج إكس سي بيان. هادي غنعوضوها نعوضوها بلوس لانفيني شحال تعطينا؟ دونك شحال تعطينا؟ غتعطينا بلوس لانفيني فوا اش فوا واحد ناقص واحد على إكس بونسيال بلوس لانفيني على واحد زائد واحد إكسبونونسيال بلس لانفيني ياك بعدا إكس عوضناه بلس لانفيني. دونك هادي شحال تعطينا؟ تعطينا صفر لأن هادي تعطينا بلس لانفيني وهادي حتى هي تعطينا صفر لأن هاد إكسبونونسيال هادا تعطينا بلس لانفيني. واحد على بلس لانفيني كتعطيك صفر وهنا واحد على بلس لانفيني كتعطيك صفر. دونك غتبقى واحد على واحد واحد على واحد هي واحد واحد في بلس لانفيني شحال يساويني؟ يساوينا بلس لانفيني. دونك هاد الطريقة هادي خدامة صافي سي بيان. شنو غادي نديرو؟ نجيو للبروف نقولو له لا ليميت ديال اكس كتمشي ل بلس لانفيني ديال اكس عامل على اكسبونسي جوج اكس ناقص واحد اكسبونسي جوج اكس زائد واحد كتساوي لنا لا ليميت ديال اكس كتمشي ل بلس لانفيني ديال اكس. شنو غنديرو؟ نعملو بالاكسبونسي جوج اكس كما العاده غتعطينا واحد ناقص واحد على اكسبونسي جوج اكس سي بيان. كدير هادشي ياك مقسومة على إكسبونونسيال جوج إكس عامل على واحد زائد واحد إكسبونونسيال جوج إكس جوج إكس صافي سي بيان. هادي غتمشي لنا مع هادي. دونك شحال تساوي لنا؟ غتقولو أنها كتساوي لنا لا ليميت ديال إكس كتمشي لبلوس لانفيني ديال إكس عامل على واحد ناقص واحد على إكسبونونسيال جوج إكس على واحد ناقص واحد إكسبونونسيال جوج إكس. يعني هادي شحال كتساوي لنا بلس لانفيني؟ لان اش هكا كتحطلو في اكزا سي بيان. لان ليميت ديال واحد اكسبونسي جوج اكس حيت اكس كتمشي لبلس لانفيني فانها كتساوي صفر صافي. تقدري تحطلو بحال هكا، كاين واحد اللي يحطلو ليميت ديال هادي كاملها كتساوي واحد صافي. تقدر تحطلو بحال هكا، تقدر تحطلو لان ليميت ديال واحد ناقص واحد إكس بونسي جوج إكس على واحد هنا زائد ياك زائد واحد على إكس بونسي جوج إكس فإنها كتساوي لنا واحد إي ليميت ديال إكس كتمشي بلوس لانفيني ديال إكس كتساوي لنا بلوس لانفيني أو بلوس لانفيني في واحد عطاتنا بلوس لانفيني بجوج خدامين صافي سي بيان. ألوغ نمحيو هادشي ونكملو التمرين ديالنا. الوغ هادشي اللي كاين عندنا هنايا في البارتي
زيد ثم استنتج شوف معايا مازال نخدموا ليميت اخرى مازال ليميت اخرى وقال لك حسب لا ليميت ديال شوف معايا هذه ليميت ليميت ديال اكس كتمشي لموال لانفيني ديال ناقص جوج اكس اكسبونسيال ناقص جوج اكس عامل على واحد زائد اكسبونسيال ناقص جوج اكس سي تخي بيان هنا ماشي موال لانفيني بلوس لانفيني عفوا عطينا بلوس لانفيني سي بيان هنايا شوف معايا اش كتلاحظ كتلاحظ ناقص جوج اكس ناقص جوج اكس عندنا واحد القاعدة تبع معايا ما كتبتها لكمش مزيان هنايا اكس كتمشي اكزومبل نقولو بلوس لانفيني ديال او اكسبونسيال او فانها كتساوي لنا بلوس لانفيني يعني هنا كنطبقو عليها نفس الخاصيه هنا صافي الا عندك هذا او هذا الداله هذه كاينه هنا نفسها فان اكسبونسيال ديما كيغلب بحال الا كتحسب ليميت ديال اكسبونسيال تعوضها بلوس لانفيني عطاتك بلوس لانفيني كدير بلوس لانفيني صافي سي تري بيان هذه كتبوها وعقلوا عليها لا ميم شوز غادي نديرو هنايا صافي يعني عندنا هذا العدد هو هذا ياك يعني شكون اللي كيغلب ليكسبونسيال دونك غنحسبوا ليميت بحال كنحسبوا ليميت ديال هذا دونك غتعطينا اكسبونسيال ناقص جوج فاش اكس غنعوضوها بلوس لانفيني دونك بلوس لانفيني في الناقص يعني غتعطينا اكسبونسيال موال لانفيني ياك متفق معايا اكسبونسيال موال لانفيني شحال كيعطيك صفر ياك متفق معايا سي بيان يعني فوق صفر هاكا يعني الفوق غيعطينا صفر لتحت غنعوضو غيعطيك واحد زائد اكسبونسيال هادي بلوس لانفيني موال لانفيني يعني غتعطيك موال لانفيني اكسبونونس موال لانفيني حتى هو صفر ياك متفق معايا سي بيان الوغ واحد زائد صفر يعني صفر على واحد يعني صفر سي بيان يعني هادي كتساوي لنا صفر لان كتبها للبروف لان لا ليميت ديال اكس كتمشي لبلوس لانفيني ديال ناقص جوج اكس اكسبونونس ناقص جوج اكس فانها كتساوي لنا زيرو ياك هو تقدر تزيد له هذه هو ليميت ديال اكس ديال بلوس لانفيني ديال واحد زائد اكسبونسيال ناقص جوج اكس فانها كتساوي لنا واحد وصفر مقسوم على واحد كيعطينا صفر ها حنا خدمنا التمرين ديالنا نتمنى انكم فهمتوه الوغ نمحيو نشوفو شوف معايا مزيان دونك حيدنا دونك هاد التمارين كاملين خدمنا لا ميثود الجوجة وهي تغيير والتعميل والنشر يعني كنعملو كنشرو دابا نشوفو الخاصية الرابعة وهي تغيير المتغير هادي قلبت عليها بالنسبة للناس البي سي نادرا كيعطيوها لكم ولكن حطوها لكم في 2007 و 2008 يمكن نحطو لكم تغيير المتغير ضروري اننا نضربو عليه طليلة لانه بسيط بزاف وخاصنا نضبطوه شوف معايا مزيان نشوفوا 2017 استدراكية تغيير المتغير خاصية تغيير المتغير شو معايا 2007 رات 14 عطاوها لهم في رات 14 قال لك باين ان فوقاش كنحطوا تغيير المتغير حيت يعطيك الجملة هذه يمكن وضع تي كتساوي غاسين جدر ديال اكس هذا هو تغيير المتغير عندنا المتغير اكس غيرناه بالتي صافي ردينا جدر اكس غيرنا يعني غيرنا هذا هو تغيير المتغير كيتسمى تغيير المتغير سي بيان قالك بين ان ال ان ديال اكس كتمشي لبلوس لانفيني ديال ال عفوا ليميت ديال ال ديال اكس او كاري على اكس فانها كتساوي لنا صفر صافي سي بيان غنديرو اشنو غنديرو تغيير المتغير غنديرو تغيير باينه تغيير المتغير لان عطيك نضع غير صافي ها هو قالك نضع كتبوها هنايا نضع تي كتساوي جدر اكس اول حاجه في تغيير المتغير غادي نجبدو قيمه اكس ها هي اذا تي او كاري فانها كتساوي لنا اكس صافي نضربو في او كاري حنا جبدنا اكس صافي دونك دابا شوف شكون كيتغير هنا غادي تغير لنا اكس غنعوضوها باش اكس غنعوضوها بالتي او كاري ياك يعني الداله تغير ولكن حتى هذه راه تقدر تغير خاصنا نشوفوا واش تغير ولا لا هكاك شوف عندما كتبوا هكا عندما شوف معايا باش انك تفهم بهذا المثال غتفهم عندما اكس كيمشي لبلوس لانفيني ها هو اكس هذا ها هي اكس الا مشات لبلوس لانفيني هاد التي لاش كتمشي كتمشي حتى هي لبلوس لانفيني ركز معايا اذا فان التي حتى هي كتمشي لبلوس لانفيني دونك ما غاديش تغير سي بيان شكون اللي غادي تغير هي الداله ها هي الين دو اكس على اكس الكل اس اثنان غتولي كتساوي شوف فين ما شفنا اكس غنعوضوه باش
تغير موت غير نوضوع تي او كاري غتولي الي ديال تي اوس اثنان او كاري على تي اوس اثنان سي بيان. هاد جوج هادي غنهبطوها يعني غتولي لنا جوج الي ديال تي اوس هاد جوج هبطناها على او كاري على تي اوس اثنان. شنو خدمنا؟ خدمنا قاعدة ديال الي اكس اوس ا كتساوي لنا ا الي ديال اكس صافي اكزومبل بحال هكا صافي. هادشي درنا هنايا هاد جوج تقدروا خرجوها وي الا خرجناها راه الضرب غتولي 4 لانها اس اثنان غتولي 4 سي بيان. هادي وهادي نقدروا نجمعوهم في او كاري واحد ها هي هادي مع هادي نقدروا نجمعوهم في او كاري واحد ها هي او كاري كامل. الين تي على تي كنعرفوا ليميت ديالها صافي حنا لقيناها صافي. دونك غنجيو لهنا فان ليميت نكتب لابروف فان ليميت ديال اكس كتمشي بلوس لانفيني ديال الين دو اكس او كاري على على اش على اكس كتساوي لنا ليميت نتاع تي تي علاش غتمشي فين راه تي غتمشي بلوس لانفيني شرحنا على اش لان حيت عوضنا هنا بلوس لانفيني عطاتنا هادي بلوس لانفيني هادي بلوس لانفيني عطاتنا بلوس لانفيني صافي كتساوي لنا غنعوض ونحطو الداله ديالنا هي هنا لان هادي هي هادي غنحطوها كتساوي ماشي كتساوي نحطو هنايا 4 الين تي على تي او كاري فانها كتساوي كنعرفوا ليميت ديالها دال ضغط شويه كيغلب كيغلب تي واحد على بلس لانفيني كيعطيك صفر صفر في 4 صفر صفر لان ليميت ديال تي كتمشي بلس لانفيني ديال الين تي على تي كتساوي لنا شحال زيرو صافي. ها انت خدمتي ليميت ديالك لقيتيها كتساوي زيرو. هذا هو التغيير المتغير يعني كتشد واحد المتغير كتغيره. شوف راه ماشي راه الا اكس كتمشي بلوس لانفيني راه تقدر تكون تي كتمشي شي حاجه اخرى. اكزومبل نعطيو اكزومبل الا قلت لك نضع تي كتساوي لنا واحد على اكس اكزومبل صافي. هنايا اكس عندما اكس كيمشي لنا بلوس لانفيني ها هو اكس مشى لبلوس لانفيني يعني واحد على بلوس لانفيني شحال كيساوي صفر يعني تي راه خاصها تمشي للصفر يعني حيت تجي تحسبها هنا تحت صفر صافي. غير هنايا لقينا لا ميم شوز ركز معايا صافي. شكون اللي كيتغير في المتغير في كتغير لانيميت كامله كيقدر يتغير هذا وكتغير الفونكسيون داكشي اللي نضع هاد نضع هادي فين كنجيبوها كيعطيوها لنا في الامتحان الوطني يمكن وضع ها هو كيعطيها يمكن وضع من هنا كدير التغيير المتغير ونتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي سي. دونك دابا راه ضبطنا جميع لا ميثود كيفاش اننا نحسبوا لانيميت. القاعده الخامسه ما عندكمش في الباك ركز معايا القاعده الخامسه هذه ما كايناش في الباك ما ديرهالوش. قاعده لوبيتال هاد قاعده لوبيتال هي من اسهل القواعد نقدروا نحسبوا بهم ليميت كيف ما كانوا بواحد الطريقه سهله. داكشي علاش حيدوهم حيدوهاكم في الباك وكندويها لكم ابقى تخدم حتى بهادشي كاع ما تقراش ابقى تخدم غير بقاعده لوبيتال لانها بسيطه بزاف. قاعده لوبيتال ضروري انك تعرفها لانها بسيطه بزاف شي حاجه بسيطه بزاف وكتقدر تحسب بها اي ليميت باش تاكد الا ما لكش باين ياك احسب ليميت ديال اف دو اكس ما عطاكش النتيجه وي تاكد انت شكيتي خدم قاعده لوبيتال. ها فوقاش كنخدموا قاعده لوبيتال الا حسبنا الايماج ولقينا شكل غير محدد على شكل لانفيني لانفيني او صفر على الصفر الا لقينا لانفيني لانفيني والصفر على الصفر ها اكزومبل اجي نبينو هادو هادو اللي قلت لكم حفظوا اجي نبينو شو معايا مزيان. قاعده لوبيتال بسيطه بزاف اش كتقول كنكتبوا القاعده هنا كتقول لك عندك لا ليميت لا ليميت ديال اكس كتمشي لاي حاجه نقولوا حنا ا ديال اف دو اكس اف دو اكس اف دو اكس على جي دو اكس يعني خاصو يكون الكسر خاصو يكون الكسر ولقيتي انها كتساوي صفر على صفر او لانفيني لانفيني يعني اشكال غير محدده فان ليميت ديال اكس كتمشي ل ا ديال اف دو اكس على جي دو اكس فانها كتساوي لنا ليميت ديال اكس كتمشي ل ا ديال اف بريم دو اكس على جي بريم دو اكس يعني كدير الاشاره ديال الفوق الاشاره ديال التحت راه نفس النتيجه. غنعطيو مثال بحال هذا عندنا ليميت ديال اكس كيمشي للزيرو ديال الين ديال اكس زائد واحد على اكس حيت غنعوض هنا الاكس بالزيرو شحال غتعطيك غتعطيك الين صفر زائد واحد هي واحد
وهنايا اكس بالزيرو زيرو، كان عندي واحد شحال كيساوي صفر، يعني شكل غير محدد صفر على صفر، يعني هذه فإنها كتساوي لنا بما أن عطاتنا صفر نقدروا نقدموا الميثود اوبيتال، فإنها قاعدة اوبيتال يعني تعطينا الاشتقاق ديال ln دو اكس زائد واحد على الاشتقاق ديال اكس، يعني شحال كتساوي لنا، نزادو شوية، كتساوي لنا الليميت ديال اكس كتمشي للصفر، الاشتقاق ديال هادشي كيعطيك، كيعطيك الاشتقاق ديال هذا يعني واحد على اكس زائد واحد مقسوم على الاشتقاق ديال واحد هو واحد، دونك هادي راه واحد نمشات، دونك كتبقى لنا هادي نعوضو، غنعوضو اكس بالصفر، صفر واحد على واحد يعني تعطينا واحد، فحنا لقينا صافي يا الشباب، شي حاجة بسيطة بزاف، لا ميم شوز هنايا، نعوضوها عاود تاني، اشنو عطينا؟ عطينا اكس وهنا اكس ناقص واحد، حيث اكس كيمشي لواحد، هانتاني، دونك هنايا تنعوضو بواحد تعطيك صفر، ln بواحد هي صفر، ونعوضو بواحد صفر على صفر، يعني نقدرو نخدمو ميثود دو اوبيتال، هنا اكس ناقص واحد ياك ناقص واحد، فري، سي بيان، دونك شحال كتساوي؟ الاشتقاق ديال ln اكس كنعرفو انه كيساوي واحد على اكس، مقسوم الاشتقاق ديال هذا يعطينا واحد، صافي يعني هذا شنو كتساوي لنا؟ هي واحد على اكس، دونك حيت غنعوضو اكس بالصفر. دونك كاين شي حاجه عندنا واحد على اكس، الاشتقاق ديال هذا شحال؟ واحد على اكس، الاشتقاق ديال هذا شحال؟ ديال الاشتقاق ديال هذا ديال واحد، هنا ايه ماشي الصفر واحد، بيان جو، داكشي كنشوف، كنشوف واش كاين شي غلط، راه مايمكنش، هنا مقسومة على واحد، دونك كان مقسومة واحد بحال مكايناش، يعني مقسومة على واحد، واحد على اكس نعوضو اكس بواحد، يعني واحد على واحد كيعطيك واحد، لا ميم شوز هنايا، غتعوض هنايا، لا ميم شوز لخرى عاوتاني، يلاه الشباب، يلاه نزاليو. لا ليميت نتاع اكس كتمشي للصفر ديال اكس بونونسيال اكس ناقص واحد على اكس، الى عوضنا هنايا بالصفر تعطينا اكس بونونسيال صفر هذيك واحد، واحد ناقص واحد هي صفر ياك، وهنا نعوضو بصفر صفر صفر على صفر، يعني شكل غير محدد نقدرو نطبقو لا غولاسيون ديالنا، وهي ليميت ديال اكس كتمشي للصفر ديال ديال اكس بونونسيال اكس ناقص واحد الاشتقاق ديالو على اكس الاشتقاق ديالو، هادو كاع لي ليميت لي درنا كاملين تقدر تخدمهم بهادي وتخرجهم ساهلين، صافي دوك الليميتات كاملين لي درنا غير بهاد الطريقة، الليميت ديال اكس كتمشي للصفر، دونك غنديرو الاشتقاق ديال هذا شحال عطينا الفوق عطينا اكس بونونسيال اكس، الاشتقاق ديال تحت هو واحد يعني واحد بحال ما كايناش، دونك غنعوضو بصفر اكس بونونسيال صفر شحال واحد، ها هي واحد، صافي سهلة 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 صافي سي تخي بيان، الوغ نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي، ولكن هادي ما تحطهالوش في الموحد راه ما يحسبكش، واخا انها كاينة في الماط صحيحة ما تحطهالوش في الموحد، صافي ما تحطهالوش في الموحد، علاش الطبقة كيقولك ما قريناش ما كايناش في المقرر، ما كايناش في المقرر، حنا في الابتدائي ما كناش كنعرفو هداك ما كناش كنعرفو خمسة ناقص عشرة، هادي ما كايناش، كنا كنقولو لا يمكن، ولكن حيت تطورنا وكذا ولينا كنقولو كتساوي لنا ناقص خمسة، ولكن الابتدائي الا درتي له ناقص خمسة كيقولك خطا ما قريناهاش هنا لا يمكن شي اللي كاين، صافي داكشي كاين هنا، دونك هادي ما حطوها لكمش علاش؟ لانها بسيطة وتخدم بها اي اشتقاق، دوك الصعاب كاع تخدمهم بها، صافي داكشي علاش حيدو، دونك حنايا غير باش تأكد، هادي قاعدة لوبيتال درناها باش تأكدوا من الحلول، الوغ نتمنى لكم واحد الموفق، نتلاقاو في الحصة الجاية، الحصة الجاية وهي آخر حصة بالنسبة ل الجزء السابع ان شاء الله، هي اخر حصه الداله ان شاء الله، الجزء الثامن نشوفوا فيها كيفاش نحسبوا الاشتقاق اكسيتيرا، والجزء التاسع ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش لي سويتو كذا، ثم غادي نمشيو لي سويتو عموما المتتاليات، ثم غادي نشوفوا الاعداد العقديه ان شاء الله، نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الجزء السابع ان شاء الله.